السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي تظهر أسفل الشاشة. عندكم رقمين إلى الداخل ورقمين إلى الخارج، إضافة رقمين الخارج بصفحة إشارة واتساب. اللي ما يقدر يتصل بينا يقدر يدزلنا رسالة على رقم الواتساب بشأن المواضيع اللي نطرحها، أو إذا عنده موضوع يريد يطرحها إن شاء الله نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. نبدأ حلقة اليوم من ملف الصراعات السياسية، واللي يبدو أنه هاي الحرب استعرت بها الحرب الكلامية. أكو حرب كلامية بين شركاء العملية السياسية وصل إلى مستويات متقدمة. ميليشيا العصائب تقول أنه هي أتعبت وأوجعت التيار الصدري، رداً على بيان الصدر اللي نشره ضمن تبادل الاتهامات بشأن تحمل المسؤولية في تردي أوضاع العراق. التيار الصدري يقول أنه من سماها كتلة كاذبون وملف لفها بإشارة لكتلة صادقون الممثلة لميليشيا العصائب، اتهمت التيار بتحمل المسؤولية بسبب مشاركته في الحكومات السابقة، ورجع وضاف إلى أن مشاركته بالحكومات السابقة ما نفعت لأن بقية الشركاء هم اللي يصرون على الفساد. التيار أشار ولو بشكل ضمني أن الفاسدين اللي طلعوا من التيار راحوا والتحقوا بميليشيا العصائب اللي فاوضت المحتل الأمريكي حتى يطلعون من السجن مثل ما هو يقول. واتهم التيار ميليشيا العصائب بتأجيج الفتنة والتبعية للخارج ونهب مصفى بيجي في محافظة صلاح الدين. خلونا نشوف هذا التقرير حول تورط ميليشيا العصائب بسرقة مصفى بيجي اللي أعد موقع الهيئة نت ونشره في وقت سابق من هذا العام، قبل أن نستعرض التغريدات اللي كانت على وسم مصفى بيجي. مسمع ومرأة الحكومة العراقية، مصفى بيجي كله نقل، ولم تستطع حكومة أن تقدم شيئا. كل المؤسسات في محافظة صلاح الدين نهبت. هذا كان التقرير حول سرقة مصفى بيجي. راح نقرأ لكم بعض التعليقات اللي اخترناها لكم من منصة تويتر حول هذا الموضوع على وسم مصفى بيجي. أول تعليق عندنا من نظرات العبيدي يقول هسه قام واحد يفضح الثاني، من اختلفوا وين كانوا من متراضين؟ كانوا متفقين يبوقونا، من اختلفوا دمرونا، وبكل الأحوال الشعب متأذي والسبب هم وأتباعهم. حسين الحمد يقول يعني الناس اللي انصهرت بالمستشفيات كانت بفعل فاعل، موتة ماس كهربائي وحرق المحطات الكهربائية هم بفعل فاعل، وسلب ونهب مصفى بيجي. إيه زين ليش ساكتين يا حظي؟ مو هذه جرائم حرب. محمد عبد يقول بالله هذول يحكمون العراق ومخلصيها بس تغريدات، بعد ساعة المالكي وربعة هم يردون بتغريدة. هاني حسين يقول شنو الجديد؟ أدنى عامل بنغلاديش إذا تسأله على مصفى بيجي راح يجاوبك ويقول لك المصايب هم اللي خمطوا. إذا مشاهدينا الكرام كانت هاي التعليقات حول سرقة مصفى بيجي. مثل ما قال التقرير معدات سعرها 4 مليار دولار انباعت ب 100 مليون دولار، يعني ما جابت 10% من سعرها. وين راحت؟ أنتوا تقدرون تجاوبونا. سعد من الكويت حياك الله يا سعد.
يا هلا بيك، مية هلا بيك يا النسمي، وتحية لك وللبرنامج وللقناة. حياك الله. اللي يتيحون لنا فرصة حرية الرأي والديمقراطية وكلمة الحق والحوار والمنافسة. أستاذي حياك الله. أستاذي بالنسبة للمصفى بيتي، نعم، أعتقد أن مصفى بيتي يا أستاذي يغذي العراق بالمليارات والذهب الأسود. يعني البيتي هذه أستاذي أنا ما أعرف عنها شيء، ولكن فيها مليارات تغذي العراق يا أستاذي. النفط الصافي يا أستاذي، المليارات تروح النفط، والمعدات موجودة والأجهزة موجودة، كل شيء بالعراق. هم يدعون الفقر، ولكن من يدير هذه الأعمال؟ يجب يحاسب من البرلمان والجمهورية. أخ سعد تسمعني؟ نعم. مصفى بيجي، مصفى بيجي هي منطقة بيجي، هي منطقة موجودة في محافظة صلاح الدين، بها مصفى لتكرير النفط. مصفى بيجي يعتبر واحد من أكبر تجمعات ومجمعات تصفية وتصنيع وتكرير النفط في العراق وفي الشرق الأوسط. مصفى بيجي يعتبر واحد من المشاريع الضخمة للعراق. مصفى بيجي بعد احتلال العراق ادعت الحكومة أنه تدمر، لكن كانت نسبة التدمير به ما يقارب 20% مثل ما ذكر التقرير. اللي صار أنه مصفى بيجي مباك كله بالكامل. هذه بالنسبة للبيجي لو دمر لابد إصلاح الخلل الفني. أنا جايك أخ سعد، مصفى بيجي مباك بالكامل وتهرب ومباعت معداته، شلون يصلحوه؟ طيب هذه جريمة النكراء، جريمة تخالف الدستور والقانون يا أستاذي. نعم. وتاكل أموال الشعب يا أستاذي المغلوب على أمره. نعم. وهذه جريمة النكراء، عمل غير صالح مخالف للقانون المحلي والدولي. وتحياتي لك وللبرنامج، وشكرا لك يا أستاذي يا محترم. نعم، شكرا، شكرا لك. مصفى بيجي، يعني اللي ما يعرف ضخامة مصفى بيجي، مصفى بيجي كان ينطي طاقة إنتاجية للعراق 15 مليون طن سنويا. يوميا كان يكرر من النفط ما يبلغ 310 ألف برميل يوميا، وفي عام 2008 كانت تقريبا 500 شاحنة أو صهريج أو تنكر مثل ما سميها احنا تأخذ النفط من مصفى بيجي. فما بالك إذا كان مصفى بيجي يشتغل بكامل طاقة الإنتاجية. ننتقل إلى ملفنا الثاني. ملفنا الثاني هو مطلب مو قديم ولا هو مطلب جديد، موضوع توسعة مقاعد طلبة الدراسات العليا بالعراق. اليوم طلع العشرات من الطلبة المقبلين على إكمال الدراسات العليا، قاموا بتظاهرة أمام مبنى وزارة التعليم العالي ببغداد للمطالبة بتوسعة المقاعد الدراسية. هاي مو أول مرة يطلعون، نظموا قبلها عدد من الوقفات والتظاهرات دون استجابة من الحكومة لمطالبهم. خلونا نتابع. إذن مشاهدينا الكرام، تظاهرات الطلبة المقبلين على إكمال الدراسات العليا بالعراق يطالبون بتوسعة عدد المقاعد حتى تستوعب عدد أكبر، لأنه عددهم كبير مثل ما يقولون. ويانا أبو عراق من الفلوجة، حياك الله يا أبو عراق. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أفضل إذا سمحت لي، هذا العراق مو هاي المظاهرات، هاي المظاهرات ما تخدمنا. نعم. احنا من 2003 حكومات متعاقبه تحت ميليشيات، تحت احزاب، تحت ولاهم مو للعراق. فيا اخي والله هاي المظاهرات ما تسوي شيء استاذ. طيب ابد ما تسوي نتيجه. نعم. النتيجه الشعب يثور ثوره واحده عليهم كلهم، كل المسؤولين وكل
اللي حكموا من 2003 ولحد الان. احنا هسه معركتنا مو ويا الحياطين يا استاذ افل، نعم، ولا ويا الصبار. عم ذولا باقونا، ذولا نحبونا، ذولا دمروا الاقتصاد، دمروا الزراعه، دمروا حتى قيم الانسان. هذول مو مال مظاهرات استاذ افل، مو مال مظاهرات، مو مال اطب بالبرلمان واصفق وهوس. مع احتجاجي واحترامي يعني لهم، بس مو هيك، مو هاي الطريقه. نعم نعم. عم اقسم لك بالله اكثر المسؤولين هسه مكيفين على هاي المظاهرات. يقول لك كيف بنقول ونصرخ ونسوي؟ يا استاذ افل عمي، احنا ارادتنا ثوره ال20 تنعاد بالعراق حتى نخلص من هاي الوجود استاذ افل. هذول مو بس سترهم برا، لا، احصرهم بداخل العراق واطالب لجان امم متحده حاكمهم. حاكم من 2003 اي رئيس وزراء استلم، هو والمسؤولين، هو والمدراء، هو والوزراء، نجيبهم تحت محكمه. هذول مكيفين هسه استاذ افل، والله العظيم مكيفين على هاي المظاهرات. يقول لك هاي احنا جاي نضرب الرواتب وجاي نبوق على كيفنا، ها؟ وخلي الشعب على كيف. مو هيك استاذ افل، مو هيك. مع احترامي للشعب العراقي، يا شعب اصحى اصحى. عم ذولا سحل بالشوارع، يا حلو ارسم بمكان واجيب محاكم دوليه. تعال عمي، انت بقتني وسرقتني وقتلتني وهجرتني يا استاذ افل، الله يخليك. نعم. والله تعبنا، والله ملينا استاذ افل. نعم نعم. شكرا لك ابو عراق. محمد من امريكا، حياك الله يا محمد. السلام عليكم، احيي قناه الرافدين البطله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مصفي بيجي هم هذول الميليشيات العصايب تبع العراق. عم لما هم بوغوا هذول خالهم العجم، عم هو بس مصفي بيجي راح من وادي غسل الامواج ويهربوها لايران والبنوك الكلاوات مالتهم. عم كفيلك الله، هم انا ابو الاصلاح مقتدى يقول احنا اصلاح. كفيلك محمد كله ودي الشعب العراقي، والشعب العراقي مالته محششين. بس اخي محمد، السؤال اللي ينطرح هسه، مصفى بيجي مباق والعالم كلها يعني بوقت البوقه قامت تدز وتنشر، وشوفوا التريلات تاخذ معدات مصفى بيجي وتنقلها الى مكان اخر ومجهود، وبعدين تبينت الجهه. ليش هسه بالذات بال 2022 بشهر 8 تحديدا، زين، بلشت انه بيناتهم قام واحد يشمرها على الاخ؟ كفيلك الله، واحد يقام يطلع اكياس الناس. حتى شوف المصايب باكر، شوف المصايب باكر عقبه. كفيلك الله، كفيلك محمد، واحد يطلع اكياس الناس. عمي فككوا حتى الاسره العراقيه، فككوها. كفيلك الله، والله العظيم دمروا العراق، والاسره العراقيه كانت قلب على قلب. حتى فككوا الاسره العراقيه. عمي ذولا ليس اسلام، ذولا سلافات. عمي ذولا بس تعطيهم سكر وعربده. كفيلك الله، وحي قناه الرافدين. شكرا. المجاهدين. شكرا لك اخ محمد. ابو عبد الله من صلاح الدين، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شلون استاذ افل؟ هلا بيك يا الغالي. استاذ افل، باقي اقول لك شلون؟ حاكم يتحاكم برايمر، لان برايمر قذر وجاب اقذر من عنده. زين، هو هسه من يقول لك نتحاسب ما يخالف. زين، من دفعوا تعويضات للكويت باحتلال الكويت. زين، الدمار صار بالعراق من وراء امريكا، من راح يداعي بيه؟ يداعي في طاغية زيدان لون المالكي. ناس حرامية، ناس دجالة. زين، هسه مصر بيرجع يعرفوا حيل زين من الباقي ومن الشالة. عندنا بالمناطق المحرره الميليشيات فجرت بيوت ودمرت بيوت. نعم. يقول لك اكتب بان داعش دم. لا تكذب، داعش ما فجرت. فجرت الميليشيات حزب الله. يعني القاضي 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 يكذب. اذا القاضي يكذب ايش خليت للطبقه العاميه؟ وهذول مو قضاة، ويقول عليهم قضاة يأثم. نعم. ويقول على هذول السياسيين يأثم. ناس حرامية، ناس دج. حق زيدان حصة صافي، ولا حصة صافي، كل من ياخذ حصة صافي. وهذا هو العراق. طب مرة وحتى سامع، مع احترام.
هاي الناس اللي تسوي شو بالبرلمان ها راح تسوي شو اخر شيء تطلع هيك على فاشوش. اكو من راح يستفاد واكو من راح يصعد فروس. نعم. والله التنسيق والله برا، اطار التنسيق برا والجماعة الصدد جوا بلا يسموه شنو؟ لعبه هاي لو مو لعبه. نعم. ليش ما طبيت على البرلمان من شان البرلمان جوا؟ واتحلل البرلماني وحطه بالحاويه لان هو اساسا قذاره. نعم. وزباله هذا البرلماني وسخ وسخ قذر. نعم. ما فيش استاذ ما فيش استاذ. نعم. يعني مصل. نعم شكرا. ولا يرجعون واني اشكرك. شكرا 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 لك ابو عبد الله. نرجع الى قضيه طلبه الدراسات العليا او المقبلين على الدراسات العليا بالعراق. تظاهراتهم هاي واجهتها القوات الامنيه كالعاده، واعتدت اليوم الاثنين على طلبه المتظاهرين امام وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، اللي كان كل مطلبهم هو توسعه مقاعد دراسات العليا حتى اكبر عدد ممكن يدرس بالعراق. هذا المشهد اللي راح تشوفوه يعكس العقلية الأمنية اللي تتعامل بها ما تسمي نفسها الحكومة في بغداد مع كل تظاهرة مطلبية، بما فيها تظاهرات حملة الشهادات العليا وطلاب العلم اللي من المفترض أن يعاملوا معاملة خاصة مبنية على الاحترام. اللي صار هنا مو غريب عن العراقيين، خصوصا بعد عام 2003، لانه اللي يسمي نفسه حاكم ما يباوع على حال الشعب ويفكر الشعب شنو يريد، لا يريد يبقى مشلب على الكرسي. هذا الموضوع الناس تفاعلت وياه على مواقع التواصل الاجتماعي. من منصة فيسبوك جبنا لكم تغريدات حول هذا الموضوع، التوسعة العاجلة مطلبنا. زينب تقول: مع الأسف هذا واقع طلبة الدراسات العليا بالعراق. نحن لفيف من طلبة الدراسات العليا، اليوم قمنا بتظاهرة للمرة التاسعة على التوالي فقط لأجل نيل حقوقنا وهي التوسعة العاجلة أسوة بالسنوات السابقة، وجاء الرد اليوم هو تعرضنا للقمع والضرب أمام وزارة التعليم العالي. سحر حسين تقول: هم لو بيهم خير كان اعتدوا وراهم ظهر، بس ذولا طلبة ما عندهم غير مطالبهم المشروعة وسلميتهم فاعتدوا عليهم. الله أكبر على الظالم. كرم الساعات يقول: ليش مثلا داخلين للبرلمان يتصورون ويستهترون؟ لو أكو واحد موصي عليهم كان وصلوا للخضراء وما حد اعترض لهم، بس لأنهم مفكرين ومثقفين وممكن بيوم يقودون البلد للأفضل. وسيد حسين العراقي يقول: هذه إكرامية من وزير التعليم العالي إلى الطبقة المثقفة التي تطالب بحقوقها الشرعية، لماذا هذا الظلم والتقصير الواضح يا سيادة وزير التعليم العالي؟ إذا مشاهدينا الكرام كانت هذه التعليقات حول قضية الاعتداء على طلاب العلم وطلبة الدراسات العليا بالتحديد أمام وزارة التعليم العالي. أرجع وأذكر موضوعنا الأول هو الخلافات السياسية و رمي التهم ما بين الأحزاب والكتل السياسية، خصوصا ما بين ميليشيا العصائب والتيار الصدري، وتحديدا حول سرقة مصفى بيجي اللي يعتبر أكبر مصافي العراق لتكرير النفط. الموضوع الثاني اللي أخذناه هو قضية طلبة الدراسات العليا، مطالبهم بتوسعة مقاعد الدراسات العليا، التوسعة العاجلة مطلبنا كان هذا هو هاشتاغهم اليوم. سووا تظاهرة أمام وزارة التعليم العالي شفناها بالفيديو الأول، الفيديو الثاني شفنا الاعتداء اللي صار عليهم من قبل القوات الأمنية. أبو كرار من بغداد حياك الله. حياك هلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إذا أمكن تنصي لي صوت التلفزيون وتسمعني من التليفون أفضل. نعم تفضل ابو كرار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ابو كرار اذا تسمعني نصي لي صوت التلفزيون وخليك وياي على التليفون. انقطع الاتصال ويا ابو كرار. اتمنى يا ابو كرار ترجع لنا مرة ثانية حتى نسمع رأيك بالموضوع الاول او الثاني او هذا الموضوع اللي راح نحكي به. بلد مثل العراق اللي نعيشه اليوم
ينتشر به الفساد على نطاق واسع، وينتشر به الأسلحة والفصائل المسلحة، وكذلك أكو نفوذ كبير للعشائر. المواطن يلقى نفسه هنا بمواجهة تحديات خطيرة، خصوصا لما تلتم عليه المشاكل كلها. أي نزاع عشائري قديم ممكن فجأة تنطبع قدامك، يظهر للواجهة مرة ثانية. هواية من الناس يلجؤون إلى لغة السلاح أو يلجؤون إلى قوة العشيرة لما تصير وياهم أي مشكلة لسبب معروف، وهو أنه هم ما عندهم ثقة بالقانون، ما عندهم ثقة يحكمون بالعاصمة بغداد. لذلك نلقى أخذ الحقوق بطرق غير صحيحة، وهذا سببه ضعف سلطة القانون الذي لا يحاسب العشيرة. هو من نطى مساحة واسعة إلى العشيرة، أو نطى مساحة واسعة إلى الميليشيات، أو نطى مساحة واسعة أكبر لانتشار النزاعات. هذا الشيء يخلي حياة المواطن العراقي دوما على المحك، يعيش فترات عصيبة ما بيها أي أمان، ويخاف بيها على نفسه من رصاصات طائشة ممكن تصيبه أو حوادث أخرى. الفيديو اللي موجود ويانا اليوم اللي راح نشوفه هسه، مواطن من مدينة السماوة بمحافظة المثنى أرسل مناشدة عاجلة ورا ما فاتت طلقات طائشة إلى صالة رياضية هو كان يتدرب بها أثناء الحادث. خلونا نسمع هذا المواطن. مناشدة إلى وزير الداخلية، مناشدة إلى قاشط محافظة المثنى، وليت تنخلص من هاي الظاهرة، هاي الظاهرة ليت تنخلص من عدها. عمي ملينا، يعني واحد قاعد يتمرن، حتى اللي يتمرن ما مسالم على حياته، مو وضعي هاي اليوم عودين، خلصونا يعني هاي سواقفين الله وكيلكم العباس كفيلكم. هاي بنص القاعة، هاي بنص القاعة ضحك، ما ترهم، يعني هسه قاعد يتمرن، يعني ادري وين يستمع، لا ببيته سالم، لا بشارع سالم، لا هو يتمرن سالم، يعني هاي لا متى هاي؟ هاي الظاهرة لا متى تنتهي؟ منطقة هاي بأم العصافير بالسماوة، بأم العصافير، هاي، أنا أدري شنو الذنب اللي يموت بيها، هاي شنو الذنب؟ هسه هاي تايه، شنو ذنب أمه، شنو ذنب أبوه؟ إلى متى؟ إلى متى يبقى العراق يتشراجع لورا؟ عم مستقبلنا. نطلع من السماوة ونبقى بنفس الموضوع ونروح بها للجنوب، تحديدا إلى محافظة البصرة اللي تسبب نزاع عشائري بوحدة من مناطق المحافظة بمقتل أحد الأشخاص مع الأسف، وإصابة آخرين وفقا لمصادر محلية. أهل عباس يلا 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 قبل ما نكمل عفوا الفيديو اللي موجود ويانا يعني الثالث اللي هو أيضا بالعراق بس مو بالبصرة بمحافظة ثانية، ويانا أبو عمر من بغداد. حياك الله يا أبو عمر. حياك الله استاذ اسد المحترم، وحيا الله قناه الرافدين البطل المجاهده والساده المشاهدين الكرام. حياك الله. حياك الله استاذ اسد. بالنسبه للموضوع الاول، الخلافات السياسيه اللي قاعد تصير بين سلطه الاحزاب وسلطه الميليشيات، اللي ما يجد ان تيار الصدري والتيار التنسيقي وخيز الخزعلي. وسرقة مصفى بيجي، يعني احنا العراق كله يعرف من سرق العراق ومن سرق العراق ومن دمر العراق ومن قتل العراقيين من قبل القيادات، هاي الميليشيات اللي كلها اتطوطت علينا من 2003 ولحد الان. نعم. بعد يحكي ويتم الاصلاح بعد خرابه وبعد تدمير العراق وبعد سرقه اموال خزينه اللي اخذوها من العراقيين، كل الاموال اللي اخذوها واللي صدرت واللي شمعوا دماء العراقيين واللي اختفوا، هسه اليوم جاي يفهم انه العصائب بانه هي اللي سرقت وناس كذابين وناس التغاريد اللي قاعد يسمع. ما هو الخزعلي هو طلع من عبادك، هو اللي طلعته، هو اللي تعلمه، شو تعلم من زعيم او شو تعلم من الساده؟ اذا كان الساده قاتل وسارق وفاشل وباطل، شو تعلم؟ حالك حال غيره. اليوم الخلافات اللي قاعد نشوفها هو يثبت للشعب العراقي من هو، اذا كان المالكي واذا كان مؤتدى الصدير واذا كان الخزعلي.
قلنا نعدهم اللي كانوا يتذكرون بجرائمهم الفاشله والفاشله اللي قتلوا جماعة العراقيين واللي قتلوا من محافظاتنا الغربيه وقالوا كل ما جرى من 2000 قتلوا لحد الان اللي هسه الله سبحانه وتعالى اللي يخزيهم بالدنيا ويخزيهم بالاخره اللي يكشف هاي الامور جماعة العراقيين ما تروح سدى وما تذهب ابد لانه ما زال العراقيون رفض هذه الطاقه السياسيه ابو عمر انتخاباتهم وما حد ما شارك فيهم فيدرون الفشل من عندهم واللي يدرون ابو عمر من عندهم فيحاولون ان يصيرون يعني كطبقه زينه مثل تيار صبري اللي حاكم ابو عمر اكو سؤال مهم يعني. أبو عمر أكو سؤال مهم الصدر يعني ولو أشار بشكل ضمني قال أنه الفاسدين اللي كانوا موجودين بالتيار طلعوا والتحقوا بميليشيا العصائب وميليشيا العصائب فاوضت المحتل هنا السؤال ميليشيا العصائب فاوضت المحتل الأمريكي حتى يطلعون من السجون لعد شنو محور المقاومة إذا هو المحتل الأمريكي إلى فضل عليهم أنه طلعهم من السجون هاي الاعلانات والدعايات اللي قاعد يخرجها مقتدى الصدر طيب انت من تقول احنا رجال مقاومه ورجال انه ناس انه نقدر كل شيء نسوي ونحقق واحنا قوه بارده وين كنتوا من ظهر سليماني والمهندس اللي طلعتوا قواكم واللي احنا قلتوا راح نحارب ونحارب اسرائيل واللي من كان عندنا الهجوم الاسرائيلي على فلسطين اللي دعيتوا راح تقولوا راح نحارب اسرائيل وراح نهاجم اسرائيل كل التيار الصدري وكل الميليشيات اللي عندهم راح قاسي وين كان موقفكم من هذا اللي كان موجود عندنا يعني قبل فترة وكنا نسمع عليهم هاي أمور كاذبة وباطلة لأن هم ما جاء بهم الاحتلال هم اللي نصبهم وأميركا هي المشرفة عليهم فكيف يحكي على أسياده وهو أسياده نصبته وخلته بهذا الموقف واللي كان الأمريكان يعطون كان يطبون الجوامع وكل الأمور اللي كان جيش النجم يطبوهم ويصيرهم بعلم الأمريكان وبعلم هذه وكانت هي المطاعة عليهم وكانت هي المشرفة عليهم فكيف أنه يتكلم من هيك كلام ما أنت تلقص متفاوض ويا الأمريكان أنت ما كنت أنت متفاهم وياهم أنت ما كنت حاط إيدك فيهم وين من هاي الأمور من الأكاذيب اللي قاعد الآن قاعد تنطخها ومن الديمقراطة لحد الآن ما من عزيز كل بس إعلانات وحديث 2014 خرج الشعب بمظاهرات إصلاح وإصلاح تعليمات وتحسين يعني أمور حديثة للشعب وقف أمام الشعب أقل مدة للشعب 6 شهور لأنه سوف تعد هذه الأمور وتصلح منها من خلال 6 شهور فكانت كاذية مرت 6 شهور مرت 6 شهور ولم نجد من عدو أي شيء حدث هاي ما قوة يعني أكو مثل قل عدنا لا خلوة في أمة تقول خارجة تشبه النساء فقال هم النساء يشبهون بالرجال فما عندهم ما عندنا خير دين منهم استاذ أفل انه نعتمد عليهم ونصير عليهم بس الشعب العراقي عرف هاي الامور وارتجفوا وراح طبعا ان شاء الله شفت الحكومه الرئاسيه باشراف الشعب بحمد الله تعالى وكل انتخاباتهم اللي هسه قاعد يخزيهم الله في الدنيا في الاخره محاسبتهم ومهما كان دم العراقيين دورة قادمة وإن شاء الله بأمر الله سوف يتحققون كما تحقوا وقتلوا شبابنا من أجيال تاتا ولحد الآن شكرا لك أبو عمر من بغداد نرجع إلى موضوعنا الثالث بالحلقة اللي هو النزاعات العشائرية وانتشار السلاح كنا بمحافظة البصرة نطلع من البصرة نروح إلى محافظة ديقار وتحديدا في قضاء الشطرة اللي صار هناك قضاء الشطرة شهد نزاع عشائري وصفوا أنه نزاع عشائري طاحن استخدمت في هذا النزاع مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة النزاع كان بين عشيرتين عشيرة الخنافرة وعشيرة الفرطوس بسبب خلافات سابقة بين الطرفين خلونا نتابع تدرون العراق ايش يحتاج له؟ يحتاج له ساحات كبار
وبيها شوية تضاريس وهضاب وما أعرف شنو وديان ويخصصوها للعشائر حتى يفضون نزاعهم العشائري. الرمي اللي دا يصير كأنما حرب بدولة من المفترض أنه بها قانون، بدولة من المفترض أنه بها ثلاث رؤساء على أساس مثل ما يقولون، دولة من المفترض بها رئاسات ثلاثة وبها صحافة وبها قانون أو هيئة قانون أو محكمة عليا، بس هذا حالها مع الأسف. رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا على هذا الموضوع وانتشار السلاح بشكل عام بالعراق. من منصة فيسبوك جبنا لكم تعليق نجم أحمد يقول: والعوائل والأطفال شنو ذنبهم؟ مع الأسف وين عايشين؟ أبو أحمد يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هذولا وين رايحين بالبلد؟ ما أدري. أما مثنى نعمان يقول: وتالي ويا هذا البلد ما يرقد يوم. وأبو آية الطائي: راح يحررون ذي قار من العالم، ضاحك وقايل بلد تاية. المشكلة أنه لما نشوف الحال، مواطن طاب بالصالة رياضية يريد يتمرن أو يمارس هواية من هواياته الشخصية، فجأة تدخل عليها طلقات أو نزاع عشائري قديم يطلع يموت به شخص ويصوبون به أشخاص آخرين، أو نزاع عشائري بمحافظة من المحافظات بس النزاع العشائري ما يتصف بأي عركة أو كونة، لا سلاح، سلاح وطلقات حمر تشمر منه ومنه ورمي ورمي. أردفتهم هذا الرمي اللي دا يصير هيك بالجو، القبة اللي دا يسويها الناس تجوها، وين يروحون؟ وين يروحون؟ ونرجع ونسأل، بدل ما تتعاركون على المناصب وتتعاركون على الكراسي وتتعاركون على ذني، ليش ما تتعاركون على ذول الشعب؟ أبو علي من البصرة حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يشكر قناة الرافدين الحضاية صوت الوطن. حياك الله أخوي. مياه ماكو مياه. نعم. صار الماي مالح، الماي مال البصرة. ماي البصرة هو ملفنا الرابع. هو ملفنا الرابع. نعم. بس تفضل. نعم. أي. الماي مالح وماي شرب وسوى أمراض. المي مالح وما ينشرب وس... زين بس سؤال، هو المي بس مالح لو خابط؟ خابط يجي خابط، يجي خابط. زين مسألته مثلا دائرة الإسالة، المحافظة، دائرة المي، ماكو متابعة، ماكو متابعة، لا شغلة، لا وزير المي يجي. شو يقول لكم بالله لما تروحون تشتكون وتقولون المي اللي دا يوصلنا خابط ومالح ويسبب لنا أمراض ومشاكل؟ يطونا وعد ويروح الوعد. اها. وماكو شيء لحد الان يذكرون. نعم. بس بط بس الخليج 25 بالبصرة، عمي ما نريد الخس خس خس، احنا نريد المياه يصحح ما يشرب بط المياه. نعم. هاي الحكم بصرة طالبها تصحح الماي، ماي مالح وخابط. نعم. كالعباء ماكو بالبصرة والدرجة الحرارة 55 بالبصرة. نعم. عباء ما تيجي ساعتين وعشرة طافية. نعم. وين محلية وين؟ نعم. شكرا لغناك. شكرا شكرا أبو علي. أبو علي بدأ بملفنا الرابع. ملفنا مثل ما قلنا لكم هو التلوث بالعراق بشكل عام. ملفنا هذا اللي راح نحكي به هسه هو مشاكل المي بالعراق، تحديدا بمحافظتين راح نتناولها في فيديوهات اليوم. اول ملف ويانا او اول فيديو ويانا عفوا من محافظه البصره. يعاني سكان البصره من الجفاف والتلوث وارتفاع نسب الملوحه وارتفاع درجات الحراره، الشيء اللي فاقم الامراض والتسمم بالمحافظه. اصبحت مياه الاساله مصدر خطر على مواطن أو على الناس أو على الأطفال أو على البيوت بشكل عام. مواطن من محافظة البصرة يرصد لكم واقع حياتهم في قناة البدعة وحال الماء الواصل إلى المواطنين في البصرة.
مواطني البصرة واعلامي البصرة يقول معتمدين على ماي البدعة واللي على ماي المالح ما يتماكوا بس الاحساس بالبعض بالناس الباقية ممكن مو ماكو اشكال انت ما تحس بالناس الباقية بس اليوم اقراويك الماي البدعة شنو باوع صور هنا صور شوف شوف الماي والاوساخ شنو جاي يجي ماي البدعة وايش قد باقي من ماي البدعة ايش قد نازل باقي شبر او اقل الشبر يعني انت هذا ايش قد يطول البصرة شهر شهرين زين بهاي الحالة الحيوانات هاي جاي تموت مواد سامة جاي يجي للبيت أخابط أزيد من هذا ليش يا ماكو تصفية هو ما هذا حتى الحيوان ما يسبح به دول العالم هسه هذا جاي شوفه عبارة عن جرثومة ماي البدعة وماي البدعة دخل يجي مسؤول وزير مو يقولون وزير جاي البصرة خلي يجي هسه للرمالة أو في أطراف الرمالة ويشوف ماي البدعة شنو هو عبارة عن قذارة. قبل ما نكمل هذا الملف أبو خالد من واسط ويانا حياك الله يا أبو خالد. اليوم الله يكرم حيا من قال تفضل اخويا ابو خالد تسمعني الو اسمعك الو اسمعك واضح عمري اسمعك تفضل اخويا ها يعني بدي احكي عن خدمات مال ماكو خدمات يعني من 2003 لحد الان كل شيء ماكو. زين؟ ايوه. زين انا اريد اسالك سؤال ابو خالد، انت تقول من 2003 لحد الان ماكو خدمات، زين الحل شنو؟ الحل؟ اي. ما له غير الله. امنت بالله. الو؟ اي والله. ما لها غير الله يعني اللي الله يرحم بهالبلد هذا و... بس حتى رب العالمين يقول اسعى يا عبدي وانا اسعى اسعى وياك يعني تعال جاي الشيء البشر مش بيد مش بدينا يعني يا اخي الو وياك اي الله يستر عليك يا عمري نعم شكراً شكراً لك أبو خالد أبو أحمد من بريطانيا حياك الله تحياتي لكم وقناتكم الرائعة حياكم بياك من قضايا مؤلمة يعني مؤلمة جداً يعني بس هي حقائق أولاً إذا تعطيني فرصة شوية أبدين لأن هو مواضيعكم جميلة أولاً مصفى الشعب مصفى قصدي البيجي هذه كارثة من الكوارث المؤلمة جداً أولاً أنه صار لنا 8 أشهر بالعراق لا وجود لدولة وإنما حكومة تصريف أعمال حكومة تصريف الأعمال معناته لا تملك قرار وهذه الآن الأطراف المتنازعة لا تزال تفكر بالبدء بالهوار يعني بعد الله يعلم شو كنت تنتهي وما عندهم لا احترام للشعب ولا إصلاح ولا معدن مصفى بيجي ما جرى فيه طبعا نوعية الخام اللي موجودة به نوعية ممتازة جدا كنا نستخدمها في صناعة الإسمنت لأن نسبة الكبريت به قليلة ولكن هاي بعد من يصير تياه البلد يصير تياه وبيد الميليشيات كل شيء يتوقع من عدة أما عن الدراسات العليا أنا أتذكر شنا سابقا إحنا من شنا يطلع الثلاثة الأوائل بالجامعة ينقبلون دراسات عليا أو يتعينون معيدين الآن صارت في كل قضاء جامعة وفي كل ناحية كلية وأنا سمعت أحد الأصدقاء المقربين ده تسمعني سادة فل نعم أسمعك أحد الأصدقاء المقربين أستاذ الدكتور بالجامعة يقول لي رئيس الجامعة بلون يجيبون له فلوس أنا علاقة ريد واردات قبلوا طلاب دراسات بأي وسيلة من الوسائل اللي كانت الملف الثالث اللي طرحته حول النزاع العشائري دائما من تضعف الدولة تقوى العشائر كيف وهذه العشائرية مو عشائر أصيلة ولا عشائر هيبة مثل أيام زمان كان شيخ العشيرة هيبة يحكم بسبب الأحزاب استفادت من هذه العشائر لأغراض انتخابية قامت تبتدي عشائر كثيرة فأصبحت العشائر مفرغة كليا من هيبتها وصارت تتوقع كل شيء لأي لأبسط شغلة تصير خلافات أما عن مال البصرة فمال البصرة موضوع أزلي وللأسف أنه ملتقى شط العرب ملتقى شط العرب في القرمة يوصل به أحسن ماء ممكن عمل محطات تحلية محطات تصفية ولكن للأسف لا حياة لمن تنادي أشكرك أستاذ شكراً 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 لك أبو أحمد نرجع إلى موضوع المياه بالعراق ونبقى بالبصرة اللي شفنا مي البدعة شلون بها لكن راح نشوف معاناة ثانية بمحافظة البصرة من مي الإسالة الواصل إلى المنازل مرية من سكنة منطقة مناوي باشا اللي تعتبر من أرقى مناطق محافظة البصرة
تعاني من المي اللي يوصلهم باللون الأسود، ووجهت سؤال وقالت: أدري هذا المي دي يجينا، شون دي يجينا؟ ماكو معالجات لا شنو؟ خلونا نشوف. ماي الإسالة، هاي ماي الإسالة، وفقط منها وقاشة بالبصر على أساس هي أرقى منطقة. هاي منها وقاشة، شنو هالماي يا بلوعة جايبينه يا بلوعة، الله شنو هاي خوش خوش دولة. هذا مو عارف عليهم والله، هذا يخبطوا على العالم حتى البلوعة مو هيك لوني خوش مي. تقول دهن مال محرك مال السيارات. ابو محمد من تركيا ويانا، حياك الله. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حبيبي اخويا، طبعا بالنسبه لهذا الفيديو الاخير اللي عرضته على التلفزيون، نعم، طبعا انا شاهد على مناطق جديده اسسوها. طبعا انا كنت اشتغل باحد الشركات اللي يعني مقاولات، كانوا يوفون شباب. يعني احنا خلي نكون يعني صريحين بالنسبه لهيبه الدوله وقوه الدوله ويفتون على نظام الدوله. طبعا احد التاسيسات تفوت البواري مال المي، لازم مياه جديده تفوت من يم التاسيسات مال بعيده عن المياه المجاري. فاحد البيوت اجد يخلي التاسيس بالطريقه الصحيحه، ما قبل انه يحفر من امام بيته. طبعا هو مخالف لهذا الشيء. طبعا هذا الربط اللي طلع هسه بالفيديو، أغلبية الربط اللي صار هو ربط يعني مو بالطريقة الصحيحة. لا عاد وين هيبت الدولة بالموضوع؟ خاف هذا، خاف انه يكثر كلام هذا الشخص اللي متنفس انه قوة العشيرة وقوة وقوة شلون اقول لك قوة السلاح. خاف يوقف عمله او يسوي له مشاكل، اجي خلى المي مال الإسالة خلاه صرف الصحي، وهاي طبعا مشكلة وكارثة هاي بأغلب المناطق سووها. فهاي نقطة من نقاط هيبة الدولة اللي دفت عليها والقوة العشائر. طبعا هي موجزة لهذا الشيء، طبعا يعني العشائر وجدات لحل النزاعات ويسوون مضايف ويستقبلون الناس بالهلا، في شي أمور هذا نوع من انواع غياب الدوله. نعم والمشاكل كثيره، يعني المشاكل كثيره مع الاسف. الله يكون بعون العراقيين. انا حبيت اشارك بهذا الشيء. شكرا لك ابو محمد. نرجع الى مشكله المياه، شفتوا المي بالبصره شلون يوصل اسود بمي الاساله؟ من المفترض انه هذا صالح للاستخدام البشري. للعلم ناشط من محافظه دياله وثق لنا الواقع المزري لحي القاطون بعقوبة اللي امتلأ ببرك المياه الآسنة اللي اختلطت مع مياه الشرب وباتت تهدد حياة المواطنين من سنين دون ما تشهد هاي الحالة اهتمام حكومي أو محاولات لإنهائها، خوفا على الناس من آثارها السلبية على صحتهم. السلام عليكم. نقلنا بالأشهر السابقة والأيام السابقة أنه ديالة بيها جفاف وشحة للمياه، اليوم اكتشفت وجود بحيرات اصطناعية وطبيعية في محافظة ديالة في غرب مدينة معقوبة في القاطون، لكن هذه البحيرات من المياه الآسنة. أي حقيقة بحيرات من المياه الآسنة عمرها يتجاوز السنوات، والحد هاي اللحظة ما انوضع أي حل لهذه البحيرات اللي سببت الكثير من الأمراض للأهالي والساكنين هنا. اليوم مناشدة من أهالي منطقة القاطون، 12,000 يقولون هذا المي اليوم بدأ يدخل لبيوتنا بعد إنشاء مشروع للصرف الصحي
وبسبب تلكؤ هذا المشروع بدأت المياه تدخل للمنازل وتطفح المجاري، وأيضا اختلطت المياه الآسنة مع مياه الإسالة مما سبب لنا الكثير من الأمراض رغم استخدام الفلاتر الحديثة بحسب وصفهم. وسوف تستمر هذه المعاناة بحسب رأيهم لحين إنجاز المشروع أو ردم هذه المستنقعات والبحيرات من المياه الآسنة. هذا هو حال منطقة قاطون بعقوبة. مشاهدينا الكرام، راح نتكلم عن شغلة اللي هي الأهوار، الواقع المزري لأهوار العراق المدرجة على لائحة التراث العالمي واللي حالها اليوم ممكن يخرجها من هاي اللائحة. سياسيين وأحزاب آخر اهتمامها هذا المكان اللي من المفترض يكون من أولى الأولويات، لذلك يواصل المدونون والناشطون والمغردون على مواقع التواصل الاجتماعي المطالبة بإنقاذ أهوار العراق من الجفاف اللي يضرب بقوة مساحات واسعة من المسطحات المائية اللي عرفت عبر التاريخ بتنوع، ويسعى الناشطون الحياة بتنوع الحياة فيها، والناشطين يردون الحفاظ على مكانة الأهوار بعد أن صنفت على لائحة التراث العالمي. أول تغريدة ويانا من عثمان المختار على تغريدة أنقذوا أو هاشتاغ أنقذوا أهوار العراق: مئات العائلات العراقية جنوب البلاد تركت مناطقها وخسرت مواشيها ومصدر رزقها، ومنذ أسابيع لا تسمع تعليقا واحدا للحكومة حول هذه الفاجعة. على الأقل قدموا للمتضررين تعويضات مالية تكفيهم هذا الصيف. أحمد يقول: من الخزي والعار أن تندثر حضارة عراقية عمرها آلاف السنين بسبب حقبة حكومية فاشلة. جفاف الأهوار والأنهر والعملاء يتفرجون على هذه الكارثة البيئية. قلنا لكم كلما استمر هذا الوضع وهذه الحالة الشيعية تحكم، كلما غابت لهجتنا وضاعت قوميتنا واندثرت حضارتنا وآنفت وطنيتنا. ودعاء تقول: أهوار العراق في خطر مخيف ولا يوجد حاكم يحرك ساكنا، ما ذنب الأهالي تفقد بيوتها وأغنامها ورزقها بسبب ظلم دول الجوار وبسبب ضعف دولتنا العظيمة. العراق باتجاه الظلام، كارثة بيئية فادحة. وملك تقول: أنقذوا أهوار العراق، سبق أن حذرنا من جفاف الأنهار والأهوار في العراق لكننا لم نرى أي استجابة. نشهد اليوم جفاف 90% من أهوار العراق المدرجة في قائمة التراث العالمي، ولا يوجد أي تدخل حكومي أو عالمي في الكارثة البيئية التي نمر بها. مشاهدينا الكرام، كان هذا كل ما موجود بجعبتنا اليوم في حلقة صوتكم من مواضيع تكلمنا بها عن مصفى بيجي وسرقته، تكلمنا بها عن طلبة دراسات العليا، تكلمنا بها عن النزاعات العشائرية، وتكلمنا بها عن تلوث المياه بمحافظتي البصرة وديالة، وآخر شيء الهاشتاغ هو هاشتاغ أنقذوا أهوار العراق. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، باكر بإذن الله نفس الموعد. مشاهدينا، في أمان الله.